الرحيم. احتفلت اليوم منطقة البطائح بالعيد 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. باسمي وباسم أهالي منطقة البطائح نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخوانا حكام الإمارات بمناسبة هذا اليوم الوطني. الحمد لله اليوم البطائح شهدت فعاليات واحتفالية جميلة حضرها كثير من أهالي المنطقة، وكذلك زوار منطقة البطائح ومن ضيوف، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم الفرح والأمان على هذا البلد، وأن نرى الإنجازات في 50 سنة قادمة أكثر وأكثر إن شاء الله.